مجموعة صعبة، مجموعة صعبة قوي بالنسبة للأهلي، حامل لقب سان داونز، الهلال، المريخ. لا هي مجموعة صعبة، تتكلم عن الصعوبة، هي مجموعة صعبة. إن شاء الله ربنا وفقنا ونعدي إن شاء الله المجموعة، بس هي مجموعة قوية جدا. النادي الأهلي زي ما قلت لك وحامل لقب آخر نسختين، الهلال كان معانا السنة اللي فاتت، فرقة قوية جدا على أرضها. كل الفرق زي ما قالوا، انه اعتقد من دوري المجموعات السنه دي اعتقد في 16 فريق، 14 او 12 فريق فايزين بالبطوله قبل كده، فهي دوري المجموعات السنه دي صعب يعني. قابلنا الاهلي السنه دي غير السنتين اللي فاتوا او 3 سنين اللي فاتوا كنا بنلعب في دور الثمانيه، دلوقتي دوري المجموعات. الفرقه اللي هي عايزه تاخد بطوله ما المفروض ما تهبش من اي فرقه يعني، ان بتلعب ان في النهايه دي بطوله كره قدم، دي رياضه فيها مكسب وفيها خساره، اكيد بتبقى اخف حده، بس في النهايه الفريق البطل المفروض ان هو يلعب على اساس ان هو ياخد بطوله، فمش هيهاب اي فرقه اذا كان للنادي الاهلي او اذا كان لنادي سان داونز. فاعتقد المباراه هتكون المباراة الثالثة هتخفف شوية من وتيرة الـ ممكن، لأن في مباراتين قبل كده هتشوف أنت واقف فين، واخد كم نقطة، تقدر تشوف، مش زي دوري، مش زي دور الثمانية أنت النوك أوف. فأعتقد هتبقى أهدى شوية، بس هي في النهاية ديربي، مباراة الأهلي وسان داونز ديربي، دلوقتي بقى الديربي في أفريقيا. أنا أكيد كنت متوقع أي فريق يجي، بالعكس أنا تاريخ الهلال مع الأهلي تاريخ جيد، نحن دائما الأهلي في أقوى عنفوانه، لعبنا معه مباريات كبيرة، حققنا نتائج جيدة في 2007 في 2000 حتى 18، نحن قدمنا أداء جيد مع الأهلي، كنا قريبين للترشح، يمكن تأهل البطولة قبل السابقة، الأهلي ترشح من الهلال بتعادل في المدرمان، لو كان كسبنا كان ممكن تأهلنا والأهلي كان يطلع برا. أنا أتوقع إن شاء الله بإذن الله الهلال حيكون في الموعد، نحن قبلانين بالقرعة وقدر التحدي بإذن الله. طبعا بالتأكيد الدربيات حسابات خاصة خالص، خاصة هلال المريخ، دائما النتيجة ما بتكون معروفة إلا بعد صافة الحكم. كثير نحن ممكن دي المرة الثالثة أو الرابعة في البطولة الأفريقية الهلال المريخ يكونوا في مجموعة واحدة. أكيد نحن موعودين للجمهور السوداني بمباراة شيقة، وإن شاء الله نرضي شغف جمهور الكورة في السودان.